كابتن حسن ولسعد بن ضم عبد الواحد وعبد المنصف. كان حارس بيلعب وحارس ما بيلعبش خالص. مظبوط؟ افتكر احنا ايام الكابتن حسن ضمنا الله يرحمه محمد عبد الوهاب افضل ظهير في مصر ولعبه كان افضل لاعب في البطوله، كان بيشارك في المباراه خالص؟ ما كانش بيشارك خالص. في ساعات ليه احنا لما طلبنا ان احنا نعمل مسابقه 99 كنت انا اول واحد بديت بيها وقلت اللعيب اللي مش هيلعب في الفريق الاول ينزل يلعب في مسابقه 99 هي دي مسابقته الاصليه ولا كلام غلط؟ وقلت يا جماعه مش شغله اللعيبه اللي بتلعب، هل حد عمل على المسابقه دي بلان زي ما اتعمل؟ هل انا لما جبت النهارده وشاف عدد الماتشات هل انا النهارده لما بجيب اربعه بيلعبوا ناحيه البقريه عشان اختار منهم واحد؟ حد عمل بلان على الاربعه دول؟ اقول لحضرتك على حاجه، لو ما كانش الموضوع ده وانا ما كنتش احب اقول الكلام ده في هدف انا مش طرف في هدف ما كانش الكلام ده اتقال خالص. واقول لك ايه، اقول لك ايه، انا بقول لكم انتوا كاعلام انت متاكد انا ضميت مين وبستبعد مين؟ اللعيبه اللي موجوده معايا في المعسكر. لا انت 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 متاكد هم كام وهم مين وهم مين اللعيبه وانا ضميتهم امتى وما ضميتهمش امتى؟ عشان ما حدش يتكلم. لا انا 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 بجاوبك بقى على السؤال. صح. انا ضميت ثلاثه لعيبه في خلال المعسكر ده بعد المعسكر ده. انت شفتهم؟ تعرفهم؟ انا والله العظيم ما اقصد، انا اوعى هو حد يفتكر يا جماعه جت دي ان انا بقول حاجه. الاعلام الاعلام خليني اقول لك على حاجه، اكبر مره في تاريخ شغلي في في المنتخبات الاقي الاعلام له فرق قبل فضل كل الناس عليه. وبشكرهم لان المتابعه اللي انا شايفها دي ما كنتش بشوف ما بتتشافش الا في المنتخب الاول. انا بتكلم بصراحه وبشكرهم على كل المتابعه، كل سواء تلفزيونات سواء كل حاجه سواء اعلام سواء اعلام في اي مكان، والحمد لله انا فاتح المكان، يعني انا مش قافل المكان عليا، لكن في ساعات بحتاج ان في حاجه. انا مثلا لقيت عندي اربعه لعيبه جايين من الانديه بتاعتهم باصابه. تعودنا ان احنا لما نقول لعيب المصاب طب اكشف عليه ورجعه النادي، تبص تلاقي تاني يوم بقوا خمسه، ثالث يوم بقوا سته. هو لولا ان احنا عندنا الاولمبياد وكل لعيب طمعان ان يبقى موجود في الاولمبياد فتلاقي الالتزام بنسبه 1000% موجود. انا بكلمك بصراحه تمام؟ جبنا لعيبه ثانيه، لعيبه كتير، لعيبه بتشارك. يمكن الوحيد اللي اتكلموا عليه كريم يحيى لما نزل على موقع النادي بتاعه. مظبوط؟ احنا جبنا عبدو يحيى كابتن، ها؟ عبدو يحيى بتاع غزل المحله في اثنين. لا ده مضمون في الاسماء من الاول. احمد ياسين، ها؟ احمد ياسين من الانتاج من البنك الاهلي، وجبنا صبيحه من المقص. ولو انت شفت تلاقي الثلاثه بيلعبوا في القلب في طريق اللعب، لان انا عندي اسامه جلال شغال ببرنامج علاجي هتلاقيه موجود دلوقتي بيعمل برنامج علاجي، عندي الجزار شغال ببرنامج علاجي هتلاقيه موجود دلوقتي، فوزي الحناوي شغال ببرنامج علاجي هتلاقيه موجود دلوقتي. يعني انا عندي ناس شغاله ببرنامج علاجي، فبضم الناس مكانهم. بضم الناس مكانها عشان ايه؟ عشان اديهم فرصه. بالمناسبه انا ما بضمش حد مش موجود في القايمه. كل اللي بضمهم دول بثبت لك ان دول كلهم ده انتقاء احنا انتقيناهم في القايمه. لكن انا لو اذا كنت انا لما جيت خدت 32 واحد الناس بتقول خدت 32، طب لو قلت خد 35 هيقول لك واخد 35. بالمناسبه المعسكر معسكر مفتوح تكلفته ايه؟ بتمرن ولا بتروح؟ مظبوط؟ انا يعني خلينا نقول ايه؟ احنا برضه حريصين ان مش عايزين نظلم لعيب. انا باكد لك ان في لعيبه من اللي جت دي والله دخلت منافسه مع لعيبه كنا حاطينها في القايمه. هو انت لو سالتني دلوقتي قلت لي القايمه بتاعتك ايه؟ هو انا يعني مش عارف القايمه بتاعتي ايه؟ لا عارف، بس عندي اختلافات.
عندي اختلافات في حاجات بسيطه. طب اكشف عليه ورجعه النادي، تبص تلاقي تاني يوم بقوا خمسه، تالت يوم بقوا سته. هو لولا ان احنا عندنا الاولمبياد وكل لعيب طمعان ان يبقى موجود في الاولمبياد، فتلاقي الالتزام بنسبه 1000% موجود. انا بكلمك بصراحه تمام. جبنا لعيبه ثانيه، لعيبه كتير، لعيبه بتشارك. يمكن الوحيد اللي اتكلموا عليه كريم يحيى لما نزل على موقع النادي بتاعه، مظبوط؟ احنا جبنا عبدو يحيى كابتن. ها؟ عبدو يحيى بتاع غزل المحله في اثنين. لا ده مضمون في الاسماء من الاول. احمد ياسين. ها؟ احمد ياسين من الانتاج من البنك الاهلي، وجبنا صبيحه من المقصم. المقصم. ولو انت شفت تلاقي الثلاثه بيلعبوا في القلب في طريق اللعب. لان انا عندي اسامه جلال شغال ببرنامج علاجي، هتلاقيه موجود دلوقتي بيعمل برنامج علاجي. عندي الجزار شغال ببرنامج علاجي، هتلاقيه موجود دلوقتي. فوزي الحناوي شغال ببرنامج علاجي، هتلاقيه موجود دلوقتي. يعني انا عندي ناس شغاله ببرنامج علاجي، فبضم الناس مكانهم. بضم الناس مكانها عشان ايه؟ عشان اديهم فرصه. بالمناسبه انا ما بضمش حد مش موجود في القايمه. كل اللي بضمهم دول بثبت لك ان دول كلهم ده انتقاء، احنا انتقناهم في القايمه. لكن انا لو اذا قلت انا لما جيت خدت 32 واحد، الناس بتقول خدت 32. طب لو قلت خدت 35 هقول لك واخد 35. بالمناسبه المعسكر مفتوح. تكلفته ايه؟ بتمرن ولا بتروح؟ مظبوط؟ انا يعني خلينا نقول ايه؟ احنا برضه حريصين ان مش عايزين نظلم لعيب. انا باكد لك ان في لعيبه من اللي جت دي والله دخلت المنافسه مع لعيبه كنا حاطينها في القايمه. هو انت لو سالتني دلوقتي قلت لي القايمه بتاعتك ايه؟ هو انا يعني مش عارف القايمه بتاعتي ايه؟ لا عارف. بس عندي اختلافات، عندي اختلافات في حاجات بسيطه.